بسم الله، زي ما احنا قلنا قبل كده ان برنامج فورم 360 بقى اصبح بيتعامل بسهوله جدا مع برنامج الريفت. فاول ما بتسطبه بتلاقي في الادنس ظهر عندك فورم 360 كونفرتر، فبقول له انا عايز احول الفاميلي لفورم 360، او عايز احول السكتش اب اللي موجود لفورم 360، او امبورت 360 للريفت او ريلود فاميلي. فاصبح بيتعامل معايا بكل سهوله. كل انا اقول له فين الفاميلي ديت، احدد له المكان اللي فيه الفاميلي، وطبعا هكون ماس على اساس تقدر تعدل فيها بسهوله. بيم اكستنشن، وبعد كده هتحط الحاجات فين، الباص بتاعك سي فورمات 360 كونتنتس، تمام. ممكن تقول له ارفعهم لي ال 360 درايفر تبقى موجوده على النت، اوكي. هو هيدور، لو لقى فاميلي هيبدأ يحولها، وتقدر تفتحها بعد كده على برنامج فورمات 360. وزي ما شفنا تقدر تعمل امبورت برضو من قلب الريفت لاي حاجه معموله فورمات 360، امبورت فورمات 360 للريفت.